باليه انا تاع باليه باليه تاع السوفو دورم. راه دورم راه ما دابا ماشي دابا تاع حنا كينقدوا الانسان دابا راه ولاو كيردموا بنادم منين اخويا بنادم كيردم اللهم نموتوا احسن اللهم نموتوا منين غادي تجي تريب ليا منين السلطات غتجي تريب ليا معلماتنا يعني انك تقول لي سير تشرب سير خرج للشارع وسعى سير خرج الشارع وسرق سير الشارع ونصب ونهب في حين حنايا في هذا اللحظة في هذا الوقت هذا ان صاحب الجلالة كينهض بالبلاد ما كتردوها اللور علاش؟ انا من المواطنين اللي كيتعرضوا للتعسف في هذا البلاد احنا مواطنين عاديين كنكافحوا بحال عباد الله تنبنيو راسنا براسنا ما كنسعاو ما كنطلبوا حد ما كنشفروا حد ما كناخذوا ديال حد درنا مشروع ديالنا درنا هاد القطعة الأرضية درنا فيها مشروع ديالنا كنربيو فيها الدواجن اليوم كنتفاجئوا بالسلطات المحلية كتجي كتريب لنا هادشي دون سابق إنذار بدون إشعار ما شعرتنا بأنها راه غتجي غتهدم كنمشي للمقاطعة نصاوب ورقة ما كنلقى حتى شي واحد لا مستشار يسيني ليا ولا القيد اللي عايسيني ليا ولا حتى نقدم لي دوي معايا في حين النهار اللي غادي يجيو يهدموا كيجيو ليا مع 7:30 ديال الصباح وما كيعلمونيش واش هذا حق ولا باطل فين كاينين حنا حنا في بلاد ديمقراطيه فاذا به كنلقاو راسنا حنايا في غابه اللي تيجي كيدير اللي بغا فين هي فين هما القوانين هنايا اللي كنعرف على القانون هو انني كيجيني اشعار الا ما درتش بالاشعار كيجيني قانون بالهدم من عند صاحب وكيل الملك الله ينصرو حنا خرجنا لخدمتنا مع الصباح من بعد كيعيطوا لينا الجيران كيقول لك اجي راه المحل ديالكم راه راب مكلفين بالحراسه ديالنا راه هما اللي كاينين طاحوا عليهم عندهم وليدات صغار ريبوا عليهم كل شيء دجاجنا مات بهيمنا هربوا ما عذروا حتى شي حاجه ما عذروش عين بي قامت بالواجب ديالها على اكمل ما يكون واش عندها شي 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 حاجه شخصيه بيني وبينها اللي غتجي وغتقلع لي السور من الجدر ديالو انا كنعرف ان الانسان عندك قانون عندك امر بالهدم غتجي تعطيني اشعار ديالك وغتهدمي لي الحاجه اللي عندك انت هي ما طبقاش القانون في حين انا عندي السور هادي من 2008 علاش ما جيتوش كتهدموه علاش ما جيش جوج قياد قبل منك ويجيو يهدموه علاش انت اختي اللي غتجيب بوحديتك وتهدمي لي السور اشنو السبب اعطيني سبب واحد سبب واحد انا اللي تعرضت فيه لهاد راه اهانه نفسيه واهانه ماديه اللي غتجي تهدمي ليا علاش واش ما عنديش الحق انني ندير شي حاجه اللي هي ترجع ليا بالخير راني مواطنه راني كناكل من عرق كتافي عباد الله سياج سلك سلك كنحوط به على رزقي كيشفروه ليا الا بغينا الا دارت ليا هاد الحاله يعني انها يديها مع الشفاره هي باغاني نتسرق باغي الناس الشفاره يدوروا في البلاد ويسرقوا وينهبوا هذا هو المراد قتلت لي الشجرات ديولي خرجت لي عليهم واش حيت ما كيهضروش هاد الشجر ما كيهضرش واش هاد الحيوانات حيت ما كتزدويش علاش 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 جلالة الملك نصرنا الله ينصرك نصرنا مع هاد الناس اللي ظلمونا تبعت تتفاجأ الصباح عيطوا عليا الجيران قالك بان راه ريبوا لكم واحد السيده ما عرف لا شكون هي تا كنجيو مع 7:30 معيطوا لي ديال الصباح 8 الا ربع قالك تلاقينا شي رايب عندي 24 خروف غير ديال العائله باش نوجدوا ان شاء الله العيد باش كان لقيت كل شيء هرب خروفات قنيه دجاج راه غتشوفوا كل شيء بالصور ما كناش كنمدوا يدينا دابا غنمدوا يدينا كنتمناو نمدوها لصاحب الجلاله لان ما كاينش معصم منه علاش غادي حنايا غادي دايره مشروع ديالي راسي ما طلبت لك حتى حاجه جيت عندك طلبت لك شي حاجه قلت لك عطيني دايره شي حاجه ديالي راسي كنكافح عليها وكنكافح على ولادي راه عندي مجازين وعندي الولد عنده ماستر في الموارد البشريه قريناه وكبرناه باش ما غيخرجش للشارع
درنا من الشارع الحمد لله باش ما كنعاودوش ندفعوا ولادنا للزنقة، ما كندفعوهمش باش يسرقوا ولا ينهبوا، ما حنا شي عالة على شي حد. درنا من الشارع ديالنا باش غناكلوا منه طرف ديال الخبز ونعيشوا منه ولادنا، ومعيشين منه وحد اخرين، وحد اخرين كيعيشوا معانا. تجي اختي انت يا تريبيليه، هذا سميتو تعسف. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. راه كاينه البلاد فيها قانون، وعلاش دايرين القانون فيه نصوص؟ منين ما غتستعمليش هاد النصوص؟ راه شي كيتبع شي، راه سلم اداري، راه شي كيحكم في شي. عطينا اختي تانتيا، انتيا مسؤوله ما على الراس والعين. جي شهريني عطيني اشعار ما ديتهاش فيك. كاين الوكيل الملك اللي كينوب على صاحب الجلاله. لله حنا الا قال القانون كلمته كنستطاعوا ليها، ولكن القانون يظلمنا، القانون يريب ليا محالي، القانون يقتل ليا الدواجن ديالي ويقتل لي البهايم ديالي. ما بقاش قانون، راه حنا بلاد ديمقراطيه ماشي بلاد الغابه. انا كنقول للمتتبعين والناس اللي تيبارطاجيو بارطاجيو، بينوا الحق اللي في البلاد اللي مغطي، بينوا شي حاجه مغطيه، ما كاينش غير الحاجه اللي كتبينوها راه الشوارع تتبناو. بينوا الحقيقه ديال ان السلطات ما خدعاش القوانين ديال صاحب الجلاله. خصنا هاد الناس هادو اللي بارطاجيو ويقولوا لاعلى السلطات، اللي الناس اللي ديال الحكومه، الناس اللي فينا هما الناس اللي انتخبنا. منين انا يريبوا ليا فين كاين هاد الراجل اللي انتخبناه؟ فين مخبي؟ ها راه كاينه 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 اداره، والاداره راه سلم وشي كيتبع شي. فمني كنجي غنجي انا غادي نريب ليك، راه ما تنخرجش بوحدي، تتخرج معايا الصحافه هذه اول حاجه باش كتبين وكتوري الدليل ديالها علاش غتريب ليا، وعلاش عزلتني انا من دون هاد الدوار. والله سبحانه وتعالى تبارك الناس هي السيده راه ضيعتنا، راه دعيناها الله، ودابا بقينا المشكل من نهارنا كنصبحوا في ازمه. لا المشكل ديال الدراري ولا ديال وليدات، خصهم ما ياكلوا الماء والضوء، ما منين غادي دير؟ واش دريال ديال التقاعد واش غادير لينا؟ الحمد لله ونشكروه. كنتقاتلوا مع الوقت، بعدا كنا كنتكافحوا هنا من هنا شويه باش 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 نرضيو الوليدات. اليوم كنحس بالحقرة عمي، اكثر من العقرة. كنطالب انا، كنطالب سيدنا، وكنطالب انا نطالب السيد الحموشي الله 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 يطولنا عمرو. أنا رجل حق ورجل قانون، يتدخل في هذا البحث ويعرف شنو كاين. أقدم واحد هو أنا هنا، واخد رخصة ديال باش دخلت الماء، الضوء باش دخلت الماء، كلشي مرخص ليا من المقاطعة ومن الجماعة، يعني الوثائق عندي مضبوطة كلشي، وأنا أقدم واحد هنا، حتى واحد ما كان. أنا خديت البلان وخديت المسألة ديال كلها باش دوزت الحيط وباش تحوط الارض ديالي. دابا حتى كنتفاجئ هذه 12 عام باش بنيه، عاد هما دابا جات ريب فاجاتني هذا الصباح باش تريبات. شكوك راه فايره، يعني اكثر من شكوك، يعني حتى تصدمت تفاجات. راه الصباح الله يستر ما مت وصافي، راه ما نطلق ولا كنطري، عاد عطوا لي الجيران لا حول ولا قوه الا بالله. كنطلب منهم ياخذوا لي حقي، هادشي اللي كنطلب منهم ومن الله سبحانه وتعالى وتبارك عز وجل. يعني راه تظلمت وراه تهلكت وراه تردمت، يعني ما بقى عندي منين غنجيب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.